تبص احنا صورناه وصورنا كل الأسلحة اللي عنده في البيت. استنى أوريك. بص. ايه كل الذخيرة والأسلحة دي؟ دي الداخلية كلها ما فيهاش كم الأسلحة والذخيرة دي. خدي يا بنتي خدي خدي. يا نهار أسود ومنيل، بس يا ولاد اللي أنتوا عملتوه ده خطر عليكم أوي. كان المفروض أنا اللي أروح وأصور كل الأسلحة دي وأراقبه كده. ها؟ يعني دي شغلتي. أشتغل أنا إيه دلوقتي؟ أروح أعمل بدالكم الهوم ورك بتاعكم؟ ها؟ ده شغل الكبار يا سولي. طب ما إحنا قلنا لكل الناس الكبار، ولا حد يهتم بينا ولا حد صدقنا. أنا ههتم بيك يا سولي. ههتم بيك. أبو عظيم. أيوه. جهز لي القوات حالا. تمام يا باشا. وجهز لي الماسك بتاعي. حاضر. يلا. انا عمره معانا الحرب. ايها الامير، يبدو انهم كشفوا امري. كيف ذلك يا ابا مصعب؟ الم تكن حذرا؟ لقد كنت في غاية الحذر واشتريت محبة الجميع، ولكن طفلين كشف أمري. طفلين؟ نعم بالفعل طفلين. احمل ما تستطيع من الأمانة واهرب إلى أقرب مقر آمن. مسافر. عنك اشيل الشنطه؟ لا مش عنك ولا حاجه. ايه ده تقيله قوي، انت حاطط فيها توب ده ولا ايه؟ وانت مالك انت يا ستي؟ سيبيني امشي خلاص. استنى بس، خدني معاك خدني معاك. اخدك معايا ايه؟ ربنا موجود هو اللي ياخدك. محدش يتحرك، كله يثبت مكانه. القناصه مرشعه في كل الاسطح. قناصه ايه؟ احنا معناش قناصه اصلا، ما تنرفزنيش بقى. المخبرين مرشعين في كل حته. يا باشا انا جاي انا وانت لوحدك، والله هسيبك وامشي. امال احنا جايين نعمل ايه؟ طب ما نسلم نفسينا احنا بقى. عموما اقبض عليه. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ هتقولي على الاسم؟ ليه؟ استاذ مدحت ده انضف واحد في العماره، اقبضوا على الاستاذ علي احسن. وكمان مفهمكم ان اسمه مدحت. ابو مصعب من اخطر الارهابيين الموجودين في البلد. ولولا شجاعة مي وسولي وذكائي طبعا، أو ذكائي وشجاعة مي وسولي أو ذكاء أنا بس، ما كناش قدرنا نقبض عليكم لو بعد 20 سنة. حطينا إرهابي. لن تنجوا بفعلاتكم، سننتقم منكم. ستنتقم؟ ده أنا لولا البوليس ده أنا كنت كلتك بسناني. بس خلاص خلاص، ما تعيطيش يا هبة حبيبتي.